بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وبمشاركة نخبة من أساتذة القانون وبعض أعضاء السلك القضائي، نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية جلسة حوارية لمناقشة بعض الحقوق السياسية للمرأة وأحقيتها في الوصول إلى قمة العمل القضائي. لم يكن حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي في الترشح للانتخابات وتوليها للعديد من المناصب القضائية والأمنية، فضلا عن شغلها لبعض الحقائب الوزارية، نهاية لطموحاتها في المطالبة بحقوقها السياسية. هذا ما أكده المشاركون في المنتدى الحواري الذي جاء بعنوان هل تولي المرأة الكويتية لمنصب القاضبة قريبا، والذي اجتمعت فيه نخبة من أساتذة القانون وبعض أعضاء السلك القضائي في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لمناقشة هذا الطرح وشرح بعض الحقوق السياسية للمرأة. موضوع هل المرأة تتولى القضاء؟ نعم تتولى القضاء. ما هو الأساس القانوني؟ الأساس القانوني أن اليوم بجانبي أستاذة وزميلة وكيلة النائب العام، وتم تخرجها من دورة خاصة وتم قبولها أمام سلك النيابة. طبق النص المادة 63 من قانون تنظيم القضاء، المرأة المجلس القضاء هو يقرر أن تعالي يا وكيلة نيابة أتى دورك حتى تصبحين قاضية. وعلى هامش الجلسة الحوارية للمنتدى، استضافت الجمعية إحدى وكيلات النائب العام لتعرض قصة كفاحها في مجال القضائية ومكافحة الجريمة. ومثل عملنا كوكلاء النائب العام تحدياً إيجابياً، خاصة كوننا أول دفعة من النساء، وذلك لإثبات قدرتنا على العمل بكفاءة واقتدار، وإثبات أن عطاء المرأة لا يقل عن عطاء الرجل في كافة مجالات العمل لخدمة الوطن. تأتي فعاليات المنتدى الحواري الذي تنظمه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتتويجا لكفاح المرأة الكويتية ومكاسبها في مجال الحقوق السياسية.